واقعة الطفل ريان تتكرر، سقوط طفل في بئر ضيق وجهود إنقاذه مستمرة منذ يومين. حادثة سقوط جديدة في بئر يعيشها العالم في الفترة الحالية بعد تكرار فاجعة الطفل المغربي ريان بأفغانستان، حيث سقط طفل يدعى حيدر يبلغ من العمر 5 سنوات في بئر ضيق يصل عمقه لحوالي 40 مترا. وحسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام، فإن الطفل حيدر سقط مساء الثلاثاء الماضي في بئر أرتوازي الذي يصل عمقه ل40 مترا تحت الأرض، مشيرة إلى أن السلطات الأفغانية تواصل عملية الإنقاذ لما يزيد عن 44 ساعة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سلطات الإنقاذ المسؤولة عن العملية وجدت في موقف مشابه لما حدث مع الطفل المغربي ريان صعوبة في إخراج الطفل بشكل طبيعي ليتم اللجوء لعملية الحفر من الجانب المحاذي للبئر من خلال العمل بالجرافات على أمل استخراج حيدر حيا. وأكدت وسائل الإعلام أن السلطات المسؤولة عن العملية زودت الطفل العالق بقاع البئر بالماء والأكل والأكسجين، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة التي تم إزالها للبئر أظهرت تحركات للطفل الصغير، ما يثبت أن حيدر ما زال حيا لحدود الساعة. وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بإنقاذ الطفل حيدر تحت هاشتاغ أنقذوا حيدر، معبرين عن أملهم في أن تنتهي مأساة هذا الطفل عكس ما آلت إليه حادثة الطفل المغربي ريان الذي استخرج من البئر ميتا بعد أن ظل عالقا لمدة 4 أيام في البئر نواحي مدينة شفشاون يبلغ عمقه أزيد من 30 مترا، ولم تتمكن فرق الحفر والإنقاذ من إخراجه حيا رغم جميع المحاولات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.